بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما قبل، فالشكر جزيل لمؤسسة عبد الحميد شومان، وقد أخذت على عاتقها دعم الإبداع والمبدعين في صور جميلة عديدة تتجلى من بينها فكرة ورعاية وإدارة وحفاوة، صورة حفلات إشهار المؤلفات الفكرية والأدبية، إذ إنها تتيح فرصة ثمينة للقاءات علمية رصينة مع قامات سامقة علما، علية فكرا، جلية معنى، مغدقة عطاء. فأهلا ومرحبا بكم جميعا. وأما بعد، فالشكر موصول يمد ولا يحد للأستاذة الكاتبة صالحة خليفة، وقد أتاحت لي بدعوتها الكريمة لتقديم روايتها في لجج الانتظار فرصة الإبحار في لجج 50 مشهدا روائيا ماتعا ومشوقا، توزعت فيها تفاصيل الحكاية وأحداثها عبر سنين خلت، وقد امتدت على الورق في قرابة 450 صفحة من القطع المتوسط، في حين كانت وقتا في عقل غدير بطلتها قد استدعاها أو قد أن عقل غدير استدعاها في قرابة 6 أيام فقط. عاشتها في الدوحة بعد غياب طويل عنها، وقد بدأت تلك الأحداث منذ مرحلة طفولتها ونشأتها في قطر، ممتدة إلى مرحلة الشباب ثم مرحلة النضج والحياة العملية في أمريكا بعد المرور في مراحل الدراسة الجامعية الأولى والدراسة العليا، ليتضح أن الإحساس بالغربة ظل عبر هذه السنوات كلها سيد الموقف، وأن الانتظار أوقع غديرا وآخرين في لججه التي لن يكون لها قرار. ظل سيد الموقف وأوقع غديرا وآخرين في لججه التي لن يكون لها قرار. اسمحوا لي بداية أن أعرفكم أكثر بمؤلفة روايتنا، وهي الأستاذة صالحة خليفة، روائية أردنية من أصل فلسطيني من مواليد قطر عام 1962، حاصلة على بكالوريوس في الآداب والتربية من جامعة قطر عام 1986، وبكالوريوس في الآداب بتخصص اللغة العربية من الجامعة نفسها عام 1990. صدر لها مجموعة قصصية حملت عنوان أتبتسم الشمس يوما عام 2012، وصدرت لها رواية في لجج الانتظار عام 2021. عملت في الصحافة مدة 7 سنوات في مجلة أخبار الأسبوع القطرية، ونشر لها العديد من القصص القصيرة في مجلات وصحف قطرية، كما عملت في التعليم لأكثر من 20 عاما وصولا إلى وظيفة نائبة أكاديمية ومدربة في المجال التربوي والأكاديمي، وهي تمتلك موهبة الرسم، وكانت من بين السيدات اللواتي احتفت بهن الكاتبة اللبنانية غريد الشيخ في معجم أعلام النساء الفلسطينيات. تكتب خليفة في صفحة آراء الكتاب بجريدة الشرق القطرية، وهي عضو في ملتقى المؤلفين القطريين والمقيمين، وبصدد إصدار رواية ومجموعة قصصية جديدتين. تحبين التحدث عن تجربتك الروائية والكتابية قبل أن نبدأ بالرواية؟ تفضل. نتحدث حقيقة بالنسبة للكتابة، كان لوالدي فضل في العناية بي من ناحية القراءة والاهتمام بقلمي منذ أن كنت صغيرة، وبعد ذلك والدتي أيضا رحمهم الله كانت استمرت في هذا الشيء في العناية بي، فكان لهما الفضل الكبير في رعايتي من الجانب الثقافي والقراءة والكتابة. بعد ذلك يعني كنت منشغلة حقيقة بعملي بأولادي بأسرتي، وبعد أن وصلت لن أقول مرحلة التقاعد، سأقول هي المرحلة الملوكية بالنسبة لي، بأنني أصبحت متفرغة بعد أن انتهيت من عملي، وبدأت أتفرغ لنفسي لموهبة الكتابة. والحمد لله خلال هذه الفترة الملوكية أسميها، حيث إن مسؤولياتي أصبح لأولادي هم مسؤولين عن أنفسهم، تفرغت لنفسي فأخرجت مجموعة قصصية وروايتي هذه. وروايتي هذه كانت كتبتها عندما كنت أحن إلى الأماكن التي تربيت بها في قطر،
والأحياء الذي عشنا بها، فكنت كلما ذهبت إليها أجد مستودع ذكرياتي في هذه الأماكن، وبدأت أكتبها في مخيلتي حتى أذهب إلى البيت وبدأت أنسج هذه الرواية وأكتبها. وأيضا عندما استقريت في الأردن كان للمساحات الجميلة أو الحياة الجميلة في الأردن أن شجعتني إلى أن أجد نفسي وأبدأ في كتابة هذه الرواية. شكرا، شكرا صالحة. رواية في لجج الانتظار تعيدنا إلى طفولة غدير الأستاذة الجامعية في إحدى الجامعات الأمريكية. نشأت في عائلة بسيطة تعود جذورها إلى غزة في فلسطين. والدها مزارع فلاح اغترب في قطر يحول الأراضي الزراعية إلى أراض خضراء في رحلة كد وتعب، وهو يحلم أن يرى أبناءه أصحاب شهادات عليا تقيهم حياة التعب والمشقة التي عاشها مع زوجته الصابرة التي ما فتئت تذكر الغربة وتعلن شوقها لأهلها الذين فارقتهم سنين طويلة وما أملت يوما أنها ستلتقيهم من جديد. وبتعمق أحداث الرواية التي ظلت غدير تستدعيها وتستذكرها اتضحت علاقاتها مع المحيطين بها، وأبرزها علاقة حب ربطتها بابن جيرانهم الشاب القطري سعود، لكنها لم تثمر علاقة زوجية أرادها كلاهما آنذاك لأنها اصطدمت بالعادات والتقاليد التي ترفض زواج البنت من خارج العائلة ومن بلد آخر. لم يكن للغربة فيه مهما طالت أن تمحو الفوارق أو تزيل مثل تلك العقبات، على الأقل من وجهة نظر والدي غدير اللذين حققا في أولادهما ما يريدان تعليما ورفعة وغنى، لكنهما ماتا غريبين. دفنت الأم في قطر ودفن الأب في أمريكا تأكيدا لفكرة الأم التي كانت تصر أن الغربة لن تنتهي إلا بالحصول على الورقة البيضاء التي تعلن الوفاة والخروج من الحياة برمتها. قالت: ورقة تعلن رحيلنا عن دنيا لم ترحمنا. وقالت: كلنا راحلون لكن رحيلنا نحن مختلف. يا بنيتي، كانت تخاطب ابنتها غدير، فقد نعيش في أرض ونموت في أخرى وندفن في أرض ثالثة. بعد طول انتظار عاشه الحبيبان على أمل اللقاء تلتقي غدير بسعود، فتجد أنهما قد اشتركا في تخصص الدراسة والمهنة ومجال العمل وظلا يعيشان على أمل اللقاء والارتباط، لكنهما لم يلتقيا على فكرة الزواج التي أصر عليها سعود في حين رفضتها غدير لأنه كان مرتبطا بزوجة وأولاد. رغم محاولة زوجة سعود إقناعها بالزواج من زوجها بغية إسعاده، لكن غدير أصرت على الرفض حتى لا تتسبب بتدمير حياة أسرة سعود، ولأنها في الجانب الآخر متمسكة بما أنجزته لنفسها على الصعيد العملي والمهني. ومع ذلك تبقى نهاية الرواية مفتوحة محمولة على ثيمة الانتظار الذي يغلف أركان حياة كل منا، وكأنني بلسان حال الكاتبة يقول: في كل مرة يصل فيها المرء إلى أمر يشغله يبدأ بانتظار شيء جديد. وقد حملت الرواية في تضاعيفها قصصا لشخوص مروا في حياة غدير صعدت حركتهم أحداثها عبر السنين لتنطوي على لوحات ومشاهد وحوارات ومواقف، يعني بناء فني مشوق كبير يدعو القارئ للتنقل مع عدسة الكاتبة وصولا إلى النهاية بدءا من العتبات. ستلاحظون على غلاف الرواية عتبة الغلاف الصورة الأولى، صورة تعكس حالة الانتظار التي يمكن أن يعيشها أي شخص يجلس على كرسي بدا فارغا، ليدل على أنه يتسع لكثيرين ممن تعمهم حالة الانتظار، متأملا أمواج البحر المتلاطمة منسحبا إلى لججه وخلفها لوحة للغروب الذي يعلن في كل يوم انتهاء يوم انتظار يمر في حياتنا ليبدأ يوم انتظار جديد. يعزز الإحساس بذلك وجود حقيبتي سفر إلى جانب الكرسي تعكسان حالة ترقب، انتقال، عدم استقرار. ولعل إهداء الكاتبة روايتها لكل من حمل حقيبة غربته ومضى صوب مرافق العالم بحثا عن هوية وجود قد فسر هذه العتبة الماثلة في لوحة الغلاف. أما المدخل الذي سبق اللوحة الأولى للرواية فيكاد يمثل دعوة ضمنية تحفيزية موجهة لكل إنسان تتاح له فرصة قراءتها، لأنه يقول بصيغة جمعية: قد يجد كل منا ما يشبهه في تلك الحكايات، والأمكنة والأزمنة قد تتشابه، وقد نكون قد مررنا بها وعشناها، فجاءت في لجج الانتظار لتعيد لنا صورنا ولكن بشكل آخر.
بالانتقال إلى لوحات الرواية أو مشاهدها الخمسين، نلاحظ أن عنوان كل منها يمثل عتبة نلج منها إلى مضمون حيوي، تتنوع أفكاره وتتشعب موضوعاته التي ظلت مقيدة بثيمة الانتظار ومرتبطة بفكرة الغربة المكانية التي كانت تتحول في أحيان كثيرة إلى اغتراب نفسي. وقد استوقفتني من بين تلك الأفكار والموضوعات أمور عديدة، أستأذن الكاتبة والجمهور الكريم في محاورتها حول عدد منها. لفتني أستاذة صالحة أن الرواية رسمت بوضوح صورة للمعنى الإنساني الواسع للغربة عن الوطن، ومع أنها جسدت بعمق واقع غربة أبناء فلسطين عن وطنهم، إلا أنها طبعت بطابع إنساني يجعل لها وقعا في نفس كل مغترب عن وطنه. ولعلي أوضح هنا أن فكرة الغربة عن الوطن من حيث قسوتها وتبعاتها ظلت حاضرة في الرواية، وكانت سببا لتطور أحداث كثيرة فيها مع شخوصها الذين عاشوا مرارة الغربة: أسرة أبي سميح، أسرة الأستاذ أبو العبد أو أبي العبد، زوجة المعلمة عائدة، أم سامي، سادين، حتى أولئك الذين ارتبطوا بأشخاص قاسوا الغربة كما حصل مع سعود في علاقته مع غدير أو مع الدكتور وائل. لكم أعزائي أن تتخيلوا الصورة العميقة لحياة المغتربين في الرواية: مشاعرهم وهمومهم، أفكارهم وهواجسهم، أحلامهم ورؤاهم، كدهم، أعمالهم، علاقاتهم فيما بينهم من جهة، ومع أبناء الدول التي اغتربوا فيها من جهة أخرى، طرق اتصالهم مع ذويهم في بلدهم. لم تتركي شيئا ست صالحة. تعلقهم ببلدان الاغتراب كما لو أنها الوطن الأم. استدعاءات كثيرة تحضرني الآن تحت عنوان صورة الغربة في الرواية. ولعلي أضيف هنا أنني استحضرت وأنا أستمتع بقراءتها صورة لماض جميل عشته وأهلي وأقاربي في الكويت، حيث ولدت وترعرعت وتعلمت، وقد تمثلت أمامي وأنا أقرأها صور مواقف مشابهة وتفاصيل حياة دقيقة خبرتها هناك، وكأن روايتك قد جاءت بحق لتعيد لنا صورنا ولكن بشكل آخر كما قلت في المدخل. صورة الغربة في الرواية، ماذا تقولين عنها؟ كما نعلم أن الكاتب لابد أن يكون لديه علاقة إنسانية قبل أن يكتب، وأن يركز على هذه العلاقات. الواقع المعاش لدى الإنسان، هناك واقع مرئي أحيانا وواقع غير مرئي عدة يعني في مرات عدة، والكاتب بحق يشعر إنه الشكل الأصعب لدى الكاتب عندما يريد أن يكتب عن واقع معاش ومرئي وغير مرئي، وأن يوائم بينها وبين النص الأدبي، ألا يكون هناك تنافر أو تباعد عن الواقع الإنساني. لذا عندما بدأت بالكتابة كان الجانب الإنساني عندي عالي جدا، وفي نفس الوقت علي أن ألتزم بالنصوص الأدبية، علي أن أجعل النص الأدبي موائما لا يتناقض مع الجانب النفسي. لذا عندما حاولت أن أجسد غربة الإنسان الفلسطيني الذي هو يعيش حالة اغتراب مستمرة لا نهاية لها، هو جيل بعد جيل يعاني يتألم توجعه هذه الغربة، فحاولت أن أجسد ما بداخلنا نحن، وأيضا الآخرون الذين يغتربون يبتعدون عن أوطانهم لسبب ما، قد يجدون في صور وحكايات الغربة الموجودة في روايتي صورا لهم وربما أشخاص يشبهونهم، وإن اختلف الظروف بينهم أو تفاوتت فالإنسان الفلسطيني لا يستطيع أن ينهي غربته، بينما الإنسان الآخر يمكن له إنهاء هذه الغربة بالعودة إلى وطنه باختياره. فالأدب برأيي دائما لابد أن ينمي، أو الأديب أن ينمي علاقاته الإنسانية، وأن يكون أن يجعل صور رواياته أو الصور أو الحكايات الموجودة تعكس الواقع المعاش لغربة أي إنسان أو الجوانب الإنسانية عند أي إنسان. فلو ابتعد الأديب عن الجانب الإنساني لأنتج لنا أدبا موحشا جافا لا معنى له، لا يكون قريبا من القارئ،
بينما لو عني الكاتب بالجانب الإنساني وبالصور والحكايات الواقعية وإن صبغها بصبغته وبأساليبه اللغوية فإنه سوف ينتج لنا أدبا متميزا ثريا وغنيا، وفي نفس الوقت سوف يشبع أو سوف يكون قريبا من القارئ ويجعله يبحث عن قلم هذا الكاتب. نعم صدقتي، ولطالما كانت الأعمال الإنسانية الخالدة يعني هي مثال انتباهنا جميعا لجميع الأجيال. موضوع آخر لفتني في الرواية أستاذة صالحة له علاقة بوطيدة بفكرة أؤمن بها وأدافع عنها. ننادي في مجتمعاتنا الآن بتمكين المرأة في الوقت الذي نجدها تنعم بأدوات التمكين وتحظى بفرصه في مجالات مختلفة تحت مظلة التشريع الديني والحماية الدستورية والقانونية، وما تحتاجه بحق على الأقل من وجهة نظري هو تعزيز إيمانها بذاتها وزيادة ثقتها بنفسها ورفع درجة تقديرها لبنات جنسها وإقناع الآخرين بكفاءتها وبقدراتها في دائرة المسؤوليات المنوطة بها. في روايتك أستاذة صالحة رسمت صورا عديدة للمرأة تؤكد ذلك، تظهر في علاقتها بنفسها وبذويها وبزوجها وبأسرتها بمجتمع عملها بالرجل في حياتها في مشاهد عديدة، كنت تؤكدين أنها ممكنة صاحبة دور مهم وحيوي في أسرتها، أم سامي، أم سميح، المعلمة عائدة، ثم سوزي وسادين في علاقتيهما بزوجيهما وانتصارهما ولو بعد حين على حياة الظلم والذل، سبيكة في علاقتها بسعود. بالمناسبة لفتني حرف السين، ما قصتك مع حرف السين؟ هذا هكذا على الهامش يعني. بسعود زوجة وزوجة سعود مكنتها حكمتها على ضعفها وقلة حيلتها بسبب علاقته الداخلية مع غدير. حتى جاكلين الأمريكية حين واجهت ظروفا معيشية صعبة واجهتها بقوة حتى تمكنت في تخصصها الدراسي ثم في عملها. يعني بمعنى أن نظرتك للمرأة نظرة إنسانية ليست مرتبطة أيضا بمكان أو بكونها عربية أو غير عربية. حدث ولا حرج عن غدير التي بدت من ناحية مالكة كل أدوات التمكين، بل إنها تساعد غيرها على التمكين بسبب موقفها من سوزي وموقفها مع سادين، لكنها رفضت أن تنال فرصة التمكين المثالية، يمكن هي كانت مفارقة، في قلب رجل محب هو الدكتور وائل، لتظل رهينة ذكرياتها مع سعود في الوقت الذي حظيت فيه بتمكين علمي واجتماعي ومهني منحها قوة واستقلالية حاولت أن تستثمرها أو أن تستثمرهما في حسم شأن تلك العلاقة. المرأة في روايتك، ماذا تقولين عنها؟ أنا أؤمن بأن المرأة تمتلك كينونتها الإنسانية التي يجب أن تحترم فمن خلال روايتي في لجج الانتظار حاولت أن ألقي الضوء على وضع المرأة سواء في وطننا العربي أو حتى في الدول المتحضرة، وألقيت بظلال الظروف التي عشنا بها والتي شكلت حياتهم بإرادتهم أو بإرادة غيرهم. فغدير التي أخذ والدها قرارا تعسفيا دون أن يستشيرها أو يحاول أن يستمع إليها، وأخذ قراره بأن يرسلها إلى أمريكا لتدرس عند أخيها سميح كي يحرمها من أن تأخذ ابن جيرانها لأنه يختلف عنها في الجنسية، فكان هو قراره. وقد دفعت غدير ثمن هذا القرار التعسفي رغم كل النجاحات التي حصلت عليها في أمريكا، لكنها حرمت أن تعيش مثل الأخريات، أن تكون أسرة. وأيضا بالنسبة لسادين تعرضت لظلم الرجل وهو زوجها، وأيضا سوزي الأمريكية في دولة الحضارة والتقدم أيضا ظلمت من نفسها لأنها استسلمت لسيطرة زوجها فاستغلها واستنزف عاطفتها. فهنا أقول لكم أن التمكين ليس المراد بها استقواء المرأة على الرجل أو أخذ دوره في المجتمع أو دوره كرجل، فكلاهما لهما دورهما الطبيعي في هذه الحياة، لكن من خلال شخصيات الرواية كنت أريد أن أؤكد لكي نمكن المرأة لابد لنا
أن لابد للمرأة أن تكون لديها ثقة تامة وقوية بنفسها وبقدراتها الداخلية، وهذا لن يتم إلا عن طريق التعليم والثقافة والتجربة الواعية فهنا يكون لديها التفكير والمنطق السليم، يكون لديها القدرة على اتخاذ القرار في حياتها وحياة الآخرين، حتى في حياة أولادها وعائلتها. فهنا أنا أطرح أو أريد، فكثيرا ما نستمع إلى التمكين، تمكين المرأة، تمكين المرأة، فيختلط الحبل بالنابل وتختلط الأدوار، وتظن النساء أن التمكين هي استقواء المرأة على الرجل، والرجل يظن أن تمكين المرأة سوف يطغى على دوره، لكن في الحقيقة أن التمكين هو أن تمتلك المرأة حظها من التعليم، حظها من الثقافة، حظها من أن تأخذ دورا إيجابيا في مجتمعها، إلى جوار الرجل نعم، دون أن يتعدى أي أحد منهما على الآخر. فهذا ما أردت أن أؤكده من خلال حكايات مختلفة في روايتي. نعم، حقيقة هي علاقة تكاملية، يعني يكمل أحدهم الآخر ليسير المجتمع. يعني هذه النقطة أيضا مهمة في روايتك أستاذة صالحة. أؤكد للإخوة المهتمين بقراءة رواية تمثل بحق فكرة أنها ديوان العربي في زماننا، أن رواية في لجج الانتظار ديوان بكل ما تعنيه الكلمة من معنى. استوعب الأماكن التي عاش فيها الشخوص بتفاصيلها، الحياة المعيشة في قطر، في الأردن، في مصر، في نيويورك، أسماء مناطق ومدن وأحياء، أسماء فنادق ومطاعم ومؤسسات، ثقافة الإتيكيت والبروتوكول في المطاعم والفنادق، أسماء أطعمة ومشروبات وطرائق صنعها، الحياة في رمضان وفي الأعياد، الدراسة في الجامعة الأردنية وظروف حياة الطالب المغترب في الأردن وفي أمريكا أيضا للدراسة، هموم الطلبة العرب في بلاد الواقواق وعلاقاتهم بذويهم، تفاصيل بعض الأعمال المهن، طرائق التعليم، الأنشطة الطلابية وبخاصة الأدبية في الجامعات، الحياة الاجتماعية بين الأسر، الرحلات والفسح، الاستمتاع على شاطئ البحر، أنواع أشجار، مشهد كامل لشجرة الكنار، أنواع مشروبات، وسائل النقل، غير ذلك الكثير. في الواقع غبطتك أستاذة صالحة على طول نفسك في الوصف، كنت ألهث وأنا أقرأ عباراتك الوصفية في مقاطع طويلة وأتساءل كيف استطعت أن تحشدي كل هذه العوالم في روايتك؟ كم استغرقت وقتا صدقا في الكتابة، في التفكير، في أخذ سنوات طويلة، خاصة أنني في فترة سابقة كما قلت لك كنت نائبة أكاديمية، فكان طبيعة عملي يأخذ وقتا طويلا، إضافة إلى أولادي وبناتي. أنا ما شاء الله يعني حفظهم الله يعني الحمد لله يعني ناجحين أولادي الحمد لله بالتعليم وشي، فأخذوا وقتا ثمينا مني، لكن الآن تفرغت فبدأت في كتاب يعني تحويلها جديا من الأفكار إلى الأوراق المتحذرة إلى رواية يعني محطوطة في كتاب. بالنسبة قلت لي مشهد ثقافي اجتماعي متكامل كبير واسع، يعني أنا أؤمن أن الأدب من غير ثقافة والثقافة من غير يعني أؤمن بهذه المعادلة، ثقافة مع الأدب وأدب مع الثقافة هي معادلة كيميائية لابد من التفاعل. فلا في هذه المعادلة الكيميائية لابد لها من التفاعل، كلما تفاعلت هذه المعادلة كلما أنتجت لنا أدبا قويا. فثقافة الأديب مهمة جدا، كلما اتسعت ثقافته وتنوعت قدم لنا صورا حقيقية للمجتمع الذي يعيشه، يضعه في أطر أدبية ولغوية بحيث يجسد هذه الثقافة أو ثقافة المجتمع، أو يكون هو مرآة لثقافة أي مجتمع يكون به. حتى لاحظت أنني عشت في قطر فنقلت ثقافة المجتمع القطري ومجتمع المقيمين أيضا، ثم انتقلت إلى بلدي الأردن فعكست صور الأردن الجميلة، وأيضا أمريكا عكست صورة المجتمع في أمريكا الذي نحن دائما ننظر إلى أمريكا إنها هي بلد الحضارة والتقدم، لكن لاحظي أنني في خلال روايتي حاولت أن ألقي الضوء على أن
المجتمع الحقيقي حقيقة ليس تحيزا لمجتمعنا العربي أو الإسلامي في أي مكان، لكن أنا أجد أن مجتمعنا هو يتميز بكثير جدا عن المجتمع الأمريكي الذي ينبهر فيه أغلب الناس. لذا فكما قلت أن ثقافة الكاتب تؤثر جدا على أدبه، فخاصة أن الرواية لها متسع وفرص لنقل هذه الثقافة بشكل أكبر من أي أدب آخر. نعم. ويستطيع أن يطوع هذه الصور ويضعها في قوالب أدبية تجسد ثقافة المجتمع وثقافة الكاتب. ولعل هذا ما دفعني إلى وصف فعلا روايتك بأنها ينطبق عليها أنها ديوان العرب، يعني قضية ديوان العرب التي كانت تطلق على الشعر قديما، كيف كان الشعر يجسد المشهد المعيشي كاملا. يعني أنا وجدت فعلا، وهذا بالمناسبة يعني يضيف للمتلقي، يعني المتلقي أيضا، يعني أنا أدرس الأدب في الجامعة ودائما يعني نحاول أن نوصل للطلبة فكرة كيف أن الأدب فعلا هو انعكاس للمجتمع، وأن المتلقي للأدب هو أيضا يعني شخص يبحث عن الثقافة في الأدب. فإذا كان الأديب فعلا يمتلك فرصة الثقافة الواسعة ويوظفها فيما ينتج، فهذه فرصة فعلا للمتلقي بشكل أكيد. لذلك لو لاحظتي دكتورة جمانة أنني عند وصفي للموائد العربية خاصة في رمضان، نعم، هي ليست للمائدة بقدر ما هي أنا كنت أنظر إليها للوحدة العربية. كنت أنظر للمائدة العربية خاصة في قطر لأنها تضم جنسيات مختلفة. نعم. عربية، وكنا في رمضان نتشارك في أطباق. نعم. كيف؟ فكنت أرمز للوحدة العربية من خلال الطبقة. نعم. الرمضانية. نعم نعم، كان هذا واضحا. في وقفتي الأخيرة لعلي أركز على جانب التكنيك الفني في روايتك أستاذة صالحة، وقد لفتني أن أنها بنيت بناء سينمائيا يركز على المقاطع والمشاهد، تنتقل بينها الكاميرا وكأنك مخرج يسلط أدواته للتصوير على مواقف معينة في سيناريو فيلم ضخم، يلتقط الصورة ويمنتجها، يوسع لقطات ويضيق أخرى، يلتقط الصورة من مكان قريب أو بعيد، يستخدم مونتاج التركيب والحذف والتركيز والعودة إلى الخلف أو الماضي لفلاش باك يسمى بحسب ما يقتضيه الموقف أو تستدعيه الحاجة. انتقالاتك المكانية السينمائية من مكان إلى آخر ومن شخصية إلى أخرى، بل أحيانا من موقف نفسي إلى موقف آخر، يعني وقفات غدير مع نفسها، حديثها مع نفسها في مونولوجات طويلة، ثم حديثها الخارجي مع الآخرين أو حتى مع نفسها، يعني كانت أحيانا توجه الأسئلة لنفسها كما لو أن أحدا يتحدث إليها. أيضا سؤالي، كيف استطعت أن تحشدي هذا كله في عقلك ثم في روايتك؟ هل تطمحين إلى رؤيتها عملا دراميا تتيحه مفاصل الحوار التي بنيت عليها ومشاهد الوصف والسرد الواسعة فيها؟ أنا لقد كنت أدرك، أو لابد للكاتب أن يدرك أهمية المزج بين الشخصية الرئيسية والأحداث الرئيسية وبين الشخصيات الثانوية والأحداث الثانوية، ليكونوا في طوع وخدمة الرواية، لو يعطيها زخما وعمقا وثراء وقيمة. فكما نعلم أن الرواية تختلف عن الأداب الأخرى، فهي لها متسع يعني نفس طويل، بأن الكاتب يتحرك بها كما يحلو له، يصوغها كما يشاء. فأنا حاولت من خلال روايتي أن أنتهج نهجا جديدا، أن أستخدم الفلاش باك أو التراجع الفني، أو اللي هو أو الاسترجاع الفني، بحيث أنني حاولت من خلال الحكايات الحكايات جاكلين وسوزي وسادين، أن أعمل أن أوظف هذه الحكايات لخدمة الرواية وخدمة الحدث اللي هي الحدث الرئيسي أو تطويرها، وأن يكون للشخصية الرئيسية دورا بها. أكيد. وذلك للتأكيد على أن الغربة ليست فقط جانب إنساني يتعلق بالإنسان الفلسطيني، بل الغربة أيضا تتعلق بأي إنسان ابتعد عن وطنه. كذلك
حاولت قد تتحول إلى اغتراب داخل الوطن نفسه. بالضبط بالضبط. نعم. كذلك حاولت إنه من خلال هذه الشخصيات الثانوية اللي هي الاسترجاع الفني إني أؤكد على أهمية تمكين المرأة من خلال هذه القصص. نعم. بحيث أنني كنت في الحدث الرئيسي اللي هي قصة غدير وانتقالها إلى بلاد الواقواق كما قلنا، والتعسف الذي صار، أو أنا لن أقول هو تعسفا بقدر ما أقول إنها استسلاما، كانت هي مستسلمة حتى في أخذ الفرصة لنفسها في أمريكا. كانت أيضا بعض الشيء يعني لم تتمكن، يعني قراراتها كانت كأنها حاولت أن تتمكن من خلال مساعدة الآخرين على التمكين. بالضبط. فهي يعني هي مساعدتها لسوزي ولجاكلين ولسوزي ولسادين، يعني هي كانت كأنها من خلالها تغذي شيئا افتقدت هي إليه في وقت. بالضبط. فهي أشبعت أو أسقطت ما لم تستطيع القيام به على من الأخرين. خلال الآخرين. يعني حاولت أن أطور أو أنهج نهجا جديدا مختلفا عن ما هو معتاد عليه بالرواية، أن نظل دائما في الحدث الرئيسي في الشخصية الرئيسية، بل جعلت أن يكون هناك امتزاج بين الشخصيات والأحداث الرئيسية والثانوية. وحقيقة لم يخطر ببالي أن يعني تفاجأت أنا في قطر من كثير من القراء والمنتجين أيضا يقولون لي أن هذه الرواية تصلح لعمل درامي، وهذه اليوم تقولين لي أنني في روايتي أحقق معايير العمل الدرامي. ولعلك تشاركين في إخراجها. لا أدري، ربما. لعله خير. يعني حقيقة ما تفضلتي به في قضية يعني الاسترجاع الفني بالذات، يعني يمكن أنا تحدثت في بداية كلامي يعني 6 أيام هي مدة ذاكرة غدير تحركت في 6 أيام فقط، عاشتها في الدوحة يمكن 6 إلى 7 أيام. نعم. ولكن هذه الذاكرة أفرزت أحداثا امتدت في 450 صفحة. نعم. وحشد من الأحداث والقصص والمداخلات والأمور الكثيرة التي قلناها. يعني أعزائي الحضور، كان هذا بحق غيض من فيض يمكن أن يقال حول هذا العمل الروائي الفني الذي يعكس إبداع صاحبته، مؤملة لها مزيدا من الإبداع والعطاء، داعية الحضور الكريم إلى الاستمتاع بقراءة الرواية. وأنا أكيدة أنكم ستجدون فيها الكثير الكثير مما تحدثنا حوله ومما أبقيناه لكم لمزيد من الدهشة والإمتاع. ودمتم جميعا بخير. نطرح الأسئلة إذا كان في عند أحد من الحاضرين يعني الأكارم أي سؤال للأستاذة الروائية. الأخت تفضل. لا فيك على الصوت. هاي في مدرب. يعطيك العافية أستاذ، وشكرا على جهودك في الشرح. لا. أحداث الرواية يعني أحداث واقعية، تسلسل أحداث الرواية يعني اختصت بأشخاص معينين ولعدة شخوص يعني، وتنوعت المواضيع في الرواية. شكرا لسؤالك. سؤال قيم. هي الرواية نستطيع أن نقول إنها شبه يعني هي شبه سيرة ذاتية بالنسبة للأمكنة للأمكنة، بينما بالنسبة للشخصية حقيقة أنا جمعت عدة شخصيات في شخصية غدير. يعني غدير تتمثل في عدة أحداث حدثت يعني في شخصية غدير نفسها، لكن الأحداث الموجودة بالأمكنة الخاصة بالأمكنة سواء في قطر سواء في الأردن سواء في أمريكا فهي مرتبطة بالمكان، وأنا عشت هذه، فنقلتها بصور مختلفة فهي شبه واقعية بالنسبة لها. أعترف إنه في بعض الفصول بعدما أن يعني في فصلين تعبت فيهم، خاصة عندما ذهبت غدير إلى زيارة قبر والدتها. تعبت جدا وربما مرضت جدا، كانت جدا متعبة لي،
وأنا بعد ما أخلص أي فصل بريح نفسي بالرسم، بيمتص الرسم التوتر والأعصاب، لأنه كتابة الرواية ليس بالأمر الهين ولا السهل، تأخذ من مشاعر الكاتب الكثير. عفوا، أي أسئلة؟ إذا في أي أسئلة بتحبوا تطرحوها على الأستاذة صالحة؟ اسألي، قرأت الرواية إلها. لسه الجمهور الزهر لدي نسبة. يعطيك العافية ست صالحة، رواية روعة. حضور المرأة في روايتك قوي جدا، بعتبر أنه أنت مثلت الشخصيات كلها، سواء غدير سواء سدين، سواء كان تمثيل رائع، أعطيت المرأة حقها بأخذ القرار حتى لو أنها تعرضت للظلم وللإهانة، بالآخر قادرة أنها تأخذ القرار وتأخذ تضحية غدير بسعود وتروح، هي عرفان الجميل لأبوها اللي ضحى وراح على غربته عشان أولاده ووداهم للغربة عشان يتعلموا، كفاح الفلسطيني اللي هو بتعرض للغربة وبسلاحه العلم، فالفلسطيني دائما بسعى انه يعلم اولاده عشان يوصلوا لمراتب يعوض النقص اللي هو يحرق بيعاني منه. فقوة المرأة اعجبتني جدا، بس بالنهاية زوجة سعود، هل يوجد امرأة بهذه القوة؟ نعم، هذا اللي استغربت بصراحة. يوجد عندما المرأة عندما تحب تعطي، وعندما تحب الرجل تعطيه حتى لو على حساب نفسها. أي أسئلة؟ اتفضلي. لا بس في اتفضلي. لا بس خلي معك رولا، خلي معك اتفضلي. نعم. سؤال جدا قوي، أشكرك عليه. هو الاغتراب النفسي. الاغتراب النفسي عندما نجلس، يعني هي أصعب، ربما أجد أن الاغتراب النفسي أصعب من أي شيء آخر، بأنك تتواجدين بين أهلك، بين مجتمعك، لكن لا أحد يفهمك، لا أحد يعرف ماذا يدور بخلدك. تسيرين أنت ربما، يعني وأنا أظن إنها أحد الأسباب، التمكين المرأة، تمكين المرأة كيف؟ ربما المرأة تشعر بالاغتراب النفسي أكثر من الرجل، مع احترامي للرجل، لأن المرأة ربما المرأة ربما يكون لديها طموح، لديها آفاق كثيرة، لكن هناك يوجد من يضعفها، من يشعرها بأنك لن تتمكنين. فالمرأة عندما كما قلنا عندما تتمكن ربما سوف تخفف عنها هذه الغربة النفسية، لذا فالاغتراب النفسي هو أصعب. ولعل الدليل على ذلك يعني يمكن أنه نهاية غدير، يعني صحيح هي ضحت بعلاقتها مع سعود من أجل وجهة نظر الأخت أنه يعني إكراما لوالدها، لكن أنا أعتقد أن هناك كان يعني في جانب من الأنانية ايضا، لانها ارادت ان تحتفظ بمكتسباتها، يعني منصبها ومكانتها ووضعها في نيويورك او في الولايات المتحده الامريكيه، كانت هي يعني حجه من اجل ان تظل يعني في معزل عنه ولا ترتبط به في تلك المرحله. يمكن اشارت الى هذا بشكل واضح احيانا، فلعلي يعني استمزجت ان عندها شيء من الانانيه في يعني بصير الحسب وبصير الواقع هو يفرض نفسه. بالضبط. السلام عليكم، مرحبا. بالنسبة إلي هو مش سؤال، أنا عجبني في الرواية أكثر من نقطة، منهم فقرة كتير حلوة أن الإنسان يولد مرتين، والمرة الأولى اللي هي كلنا بنولد فيها، والمرة الثانية اللي هي ولادة مشاعر في الموضوع. حبيت الفقرة كتير لأن أنا كنت مع موضوع الحب، معنى الحب، أحبك حبين، حبا للهوى وحبا لأنك أهلا له. كمان عجبتني كتير طبعا فقرات كتير
قيلت ونتحدث عن الشخوص، لا، عجبني حنين الأماكن عندك في الرواية. من الناس اللي أنا دائما بحن للأماكن، اتغربت صحيح والحمد لله، وبرضو بقيت أحن للأماكن اللي بعيش فيها، وكل ما سمعت اسم بلدي وأماكن اللي فيها عندي هذا الحنين. فبعتقد أنه الحنين للأماكن يشابه الحنين للمشاعر، ويمكن يكون أقوى في بعض الحالات. وأشكرك على الرواية أنه قدرنا نقرأها من قبل فترة لما قدمتيها في المعرض الكتاب. شكرا للجميع. يعني أنا حقيقة بعد ما أنهيت روايتي توصلت إلى حقيقة أن الأماكن ليس كائن جامد. صحيح. الأماكن هي ما هي مستودع ذكريات، هي ما تحمل لنا صورنا وتكون أمينة عليها. لذا فالأماكن أنا أجدها كائن حي. صحيح. كائن خفي عندما نذهب إليه يحرك مشاعرنا، يعيد لنا صورنا البعيدة. فأنا كما قلت بدأت روايتي عندما ذهبت إلى منطقة كنا نسكنها في قطر، فرج عبد العزيز المغولينا. كلما ذهبت إليها وجدت صوري، الساحات التي كنا نلعب فيها صغارا، مدرستنا عندما نذهب إليها، مشجع على الأقدام، أو أيام رمضان، الأعياد، الأحياء التي كنا نلعب بها في ذلك الوقت. فإذا هي تبقى حية في النفس وتزداد كلما ذهبنا إليها. فهي الحنين مرتبط بالأماكن لأنها هي من شكلتنا ونحن من شكلناها. صح. أي أسئلة؟ مها، هل هناك أسئلة أخرى؟ يلا يا مها. عشت في قطر نفس الفترة، ففعلا رجعتني للماضي، رجعتني للأماكن مثل ما قلتي، أم غويلينا وفرج عبد العزيز، فكانت فعلا يعني مؤثرة. ومثل ما قلتي يعني الإنسان يرتبط بالأماكن. أنا طفولتي عشتها بالمغرب، فعندي ذكريات فيها. فرحت للمغرب قبل يمكن 5-6 سنوات وأنا كبيرة وأمايا وزوجة وشي، فرجعت إلى نفس الأماكن اللي كنت فيها، للمدرسة، للزقاق، للحي، ففعلا يعني الإنسان يتعلق بالمكان، يعني يبقى أثر إلى فيه يعني فيها. فسأتمنى أن أرجع على الدوحة عشان أرجع مرة ثانية على الأماكن اللي عشت فيها، بالدفنة، الكورنيش، الخور، يعني في ذكريات نتعلق بها هي الأماكن. صح. فعجبتني الرواية جدا، أبدعتي. شكرا. برافو حبيبي. Thank you very much. أي سؤال آخر؟ نعم. إذا انتهت الأسئلة، في أسئلة؟ في أي أسئلة؟ إيمان؟ يعني أنا الرواية جميلة جدا ورائعة صراحة، هي انتقال يعني الحلو فيها الانتقال الزمني، يعني الأماكن، انتقال حتى الإنسان كيف بينتقل. بس أنا عجبني طرحت لموضوع أهل غزة اللي هم فاقدين، ما عندهم هوية، ولما يسافر قديش بيعاني في سفره. وأنا لقيت أنه يعني أبوها كان عنده دافع أنه ودها الغربة، مش بس عشان يبعدها عن سعود، كمان عشان تأخذ الجنسية يحلوا المشكلة اللي هم بيعانوا منها أصلاً. فحلو أنه نتطرق لهذه المواضيع الإنسانية اللي هي الناس اللي مش عارفة تنتقل من مكان لآخر بسبب أنه مثلاً هو غزاوي ممنوع يطلع أو. فكتير حلو عرض هاي المشكلة، يعني بركن أنه الناس تنتبه عليها وتحاول أنه تلاقي لها حل. ويعطيك العافية، فعلاً هي أخذت منك زي ما قلت لنا 3 سنين وواضح فيها طبعاً. وشكراً، يعطيك العافية. حبيبتي شكراً. أي أسئلة أو مداخلات أخرى؟ بتوقع إذا انتهت الأسئلة رح ننتقل لتوقيع الرواية. أوكي. يعني نشكر حضوركم ونشكر مداخلاتكم، ونشكر الأستاذة صالحة أن أتاحت لنا فرصة اللقاء بهذا الجمع الطيب، وإن شاء الله يعني منها لروايات أخرى وأنا نستمتع بها. وأنا أشكر أولا مؤسسة شمان الراعي للثقافة دائما بشكل كبير، والدعم إن نحن الكتاب
وأيضا أشكر الدكتورة جمانة أستاذة في جامعة الشرق الأوسط. يعني أنا سعيدة بمشاركتك لي، وأنا وسعيدة بنقدك للرواية، يعني هذا الشيء بيسعدني كثير، وشكرا كثير للحضور، سعيدة بتواجدكم جميعا. وبس يعني إذا كأن الأخت بدأت. يلا
يا